بسم الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ترون أني قاعد نكبر، لأنه فعلا التكبير هو لنا قبل كل واحد. غيرنا اللي دائما تكبير وهم منافقين، يسيئون فعال بحضرة الرحمن، ويسيئون الأزواج اللي ربي خلقها رحمة لهم، هم ردوا نقمة باش لألم يتسبوا الإسلام. هم على أسوأ حال في أخلاق، مناش خلق الشيطان. وبعد تكبير يحب يسوي سفاس بار ست ستبلا كبر. انت عرفتوا الكبير باش تقول كبر، هاك جال اجل نصباتك. وبعد تكبير فك عليكم وفيكم من طويله، وما تصبروش كم تذيب في روحكم حين تؤذوننا. وقت انت تخدموا بينا، وقت وتلصق بين التهم ليس لها حقيقة في حياتنا الخاصة وخاصة الباطنة. ما أنتم مرطين، والله أعلم ربي مش يغفر لكم أم لا. هذا راجع إلى رب العالمين، والسلام.